متأسفة قوي 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 تجاه الله وتجاه الصلاة وتجاه القصة المسيحية. طب افرضي ان انت يعني جه في يوم وقررتي ترجعي، هيستقبلك ازاي؟ كان من أجير ان ابي يفضل عنه الخبز وانا اموت جوعان، فهو كان كل اللي بيفكر فيه انه رايح ياكل، وما كانش واخد باله انه كان محتاج قبل الاكل لحضن. الصلاة كانت كأنها صراع، ما كانتش صلاة كلام طالع كده بسهولة. طيب يعني أنا شخصياً مستمتع بالرحلة، أنت كويسة ولا تعبتي؟ لا كويسة ومستمتعة أن أنا أحكي على جمال الرب يسوع معي. طيب يعني أنا بس عايز علشان نبقى ماشيين في خط كده والدنيا واضحة، لو حد بيتابعنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا، احنا يعني بنبني كلامنا وحوارنا حوالين مزمور 23، وقلنا اللي هو مزمور الراعي، قلنا انه المزمور ده فيه اربع مواسم كده، موسم مياه الراحة، موسم الراحة، موسم المراعي الخضراء، وده شفنا فيه رحلتك في الايمان. احنا طبعا طول الوقت بنتكلم على رحلة الايمان والعلاقة مع الله، في الوقت ده كنت في الحالة المضبوطة اللي فيها يقين وفيها سلام وفيها خدمة وفيها كل حاجة راحة. بعد كده جه موسم وادي ظل الموت، وادي الضلمة اللي هو دخلت فيه في شكوك، دخلت فيه في أسئلة مش عارفة لها إجابات، برغم أن كان عندك ليها إجابات في وقت الراحة، بس راحت منك الإجابات، لقيت نفسك في منتهى الضلمة والانكسار والوحدة كمان. أنا بحاول أستعمل الحاجات اللي أنتي قلتيها يعني. وبعد كده وصلنا لموسم رد النفس، اللي هو لقاء جديد بشكل جديد مع المسيح. يعني أنتي مجددة، أنتي ليك علاقة قديمة مع الرب ومخلصة، لكن أنتي كنت محتاجة لقاء جديد، حضن جديد، يعني ينقلك ليقين جديد ضاع منك وكده. دلوقتي احنا في موسم الرابع اللي موجود في المزمور، وهو كأس ريا، يعني انا بسميه موسم الكأس الممتلئة والفائضة. قوليلي كده ازاي، احكيلي عن الموسم ده. واحنا انتهينا المرة اللي فاتت بانك انت يعني اتقابلتي مع المقابلة دي وحضنك الحضن ده، وبرغم انه ما كانش في اجابات كتير على الاسئلة، او ما كانش في حاجة جديدة في الاسئلة، لكن لقيت نفسك شبعانة، لقيت نفسك يعني مليانة باليقين من جديد. يعني احكيلي بقى ايه اللي حصل بعدها، وازاي لقيت نفسك في الموسم ده، وايه شعورك في موسم الكأس الممتلئة. الشخص اللي كنت بصلي معاه اليوم ده قال لي انه يعني خطوة حلوة ان احنا اخدنا خطوة الصلاة، لكن الموضوع مش هيبقى سهل، ما فيش ماجيك كده يعني خلاص انه صلينا والدنيا هترجع زي ما كانت بالظبط. وقال لي يعني ميك شور ان انت تكوني بتحطي نفسك في الحاجات اللي ممكن تساعد النمو بقى، او اللحظات الجديدة دي تتبني من تاني، وسائط النعمة. فعايزك تقري الكتاب، عايزك تصلي، عايزك تروحي الكنيسة. كنت بروح الكنيسة يعني، بس اتجاه جديد علشان الرب يقدر يقابلك في الحاجات دي، مقابلات تانية، ويبني اللي انهدم وانكسر. وقلت حاضر، بس كنت مش متأكدة هقدر أعمل كده ولا، يعني أنا عارفة أنه ده لسه بتفوقي يعني. لسه بفوق، وعارفة أنه صعب جدا عليا، وزي ما بقولك بقالي تقريبا سنة الوقت الخاص اللي بيني وبين الله مش موجود خالص. بس يعني قلت خلينا نجرب. يعني حاجة يعني interesting قوي حصلت، أنه تاني يوم كان يوم حد، واحنا كأسرة كان في بلانز معينة تخلينا مش هنروح الكنيسة اليوم ده. وده كان بيجي لي على الطبطاب يعني الأيام اللي مش هنروح فيها كنيسة، إن فعلا الكنيسة كانت متعبة جدا جدا بالنسبة لي، وجودي في الكنيسة كان متعب قوي. ومكملين يومنا يوم الحد عادي كأننا مش رايحين الكنيسة يعني. وفجأة كده حسيت جوايا أنا عايز أروح الكنيسة،
يعني مش فاهمة إيه الإحساس اللي جوايا ده وإزاي يعني. فبقول كده لجوزي ما تيجي ننزل نروح الكنيسة، فهو برضو صدم يعني من السؤال، لأن أنتوا متفقين أن أنتوا مش هتروحوا اليوم ده. متفقين أن إحنا مش هنروح اليوم ده، وعملي أكتر جدا بالنسبة لنا أن إحنا ما نروحش. بس كمان اتفاجئ لأنه ده تغيير مفاجئ جدا لرغباتي يعني. وده كان حاجة يعني، مش ده بس كذا حاجة تانية حصلت في تغيير الرغبات يعني أو تغيير القلب. كان بالنسبة لي برضو اختبار جديد جدا إنه يعني قلبي كده بيتغير، وحسيت إن دي قوة من برايا. أنا عارفة أنا كنت فين وإيه. أنا أردت التغيير كتير وما كنتش عارفة أتغير، لا عارفة أجيب التغيير ده، ولا عارفة ولا عايزة كمان أصطنعه يعني. لا نافع اصطناعه ولا نافع امتلاكه بقدرتي. فان انا كده فجأة انا عايزة اروح الكنيسة، عايزة من جوايا، مش بس كمان يعني مش بس تنفيذ للطلب مني بس الاتنين. فانا قلت طيب يعني انا عايزة، وانا الطلب مني، وانا عايزة اكون امينة في الخطوات اللي جاية أن أنا أكون في الكنيسة. فأنزلنا رحنا الكنيسة كعائلة، واللي حصل أنه ربنا كان محضر لي هناك وليمة. بجد أنا كنت قاعدة كده في الكنيسة مش فاهمة إزاي قائد التسبيح في اليوم ده، هو أنت كنت معانا مبارح؟ يعني ده كان، أنا يعني كلمت معاه بعد الاجتماع يعني. استخدم بعض من the same تعبيرات اللي أنا استخدمتها سواء في الحديث أو في الصلاة. يعني مثلا منهم expression قلته أو الآية بتاعة أمنت فأعن عدم إيماني. ففي وقت ما بين الترانيم هو قال التعبير ده. حتى الترانيم المختارة كان في ترنيمة متهيألي إيماني بيك حقيقة. فأنا زهلت حتى في وسط حيرة غالبا حاجة كده. معظم الترانيم يعني كأنها عارف بلاي ليست كده معمولاني أنا. طب والباقيين؟ أنت معايا أنا؟ أنت بكلم الرب يعني. يعني هنا بقى يعني بعد بالإحساس بأنك متروكة هنا وكأنه بيكلمك أنت لوحدك، وكأنك الاجتماع ده معمول عشانك. كان الاجتماع معمول عشاني، وكأنه حط جوايا الرغبة إن أنا أنزل أروح الكنيسة عشان أقابله هناك. طبعا ممكن أقابله في البيت، بس كمان في بقى ليفل تاني من إنه هو محضر لي الوليمة دي، من إنه بيقابلني في الكنيسة المكان اللي أنا كنت بتتعذبي فيه الوقت اللي فات. يعني الحد اللي قابله أنا متعذبة في الكنيسة. أنا يعني بقعد على البنش كده مش على بعضي، مستنيه الاجتماع يخلص عشان أخلص من العذاب اللي أنا فيه. اتحول إن أنا لما أروح الاجتماع ده وأنا عارفة أرنم، والترانيم مقابلاني بالظبط في الحتة اللي أنا فيها، واليوس اوف الآيات أو الإكسبرشنز. افتكرت بقى على طول اللي قالهولي الشخص الليلة اللي قبلها، امشي له خطوة يمشي اتنين. حسيت قوي إنه أنا حسيت باللي جوايا ومشيت الخطوة دي بتاعت مروحي الكنيسة، وهو قابلني هناك اليوم ده. وبدأت بقى نفس الاختبار ده يوم ورا يوم، إنه أقعد مع الكتاب. كنت فاكرة إنه ده هيبقى وقت صعب جدا، كأنه حط يعني ولد كده جوايا، ولد جوايا أشواق جديدة، محبة لي جديدة. وكل مرة بقى مش مصدقة نفسي كده، هو أنا بجد حاسة باللي أنا حاساه؟ هو فعلا ربنا قابلني قوي كده وبيكلمني كمان. بيكلمني من الكلمة، الصلاة اتفتحت. وأجان ده بدأ يكمل بقى إحساسي بقد إيه هو صالح يعني، وكأنه خلاص يعني اللي فات ده حطناه على جنب. مفيش ولا يوم في القعدة معي حسيت إنه فاكرة بقى فاكر أو شايفة أنا بعمل لك إيه دلوقتي؟ not at all. بل بالعكس، أنا حاسة إنه هو مش بس بيرد نفسي يعني إيه يرستو يعني أنا كنت هنا
في خطوة معينة ووقعت فجابني هنا دي. لا أنا حاسة إن هو فعلا فهمت يعني إيه إله التعويضات، وإن هو بيحول الرماد لجمال. بجد مش عارفة أعبر عن اللي جوايا بإحساسي بالامتنان ليه، امتنان بقى المحبة، إدراك لقدرة. يعني هو مش بس he restores and he redeems، بيعوض يعني من محبته ومن كرمه. يعني من ساعة الوقت ده اللي هو تقريبا 3 سنين فاتوا، أنا حاسة كده هو كأنه اتعلي بقى عندنا تعويض كتير نعمله، مش انه هنرجع بقى يعني ايه نمشيها بحساب كده. لا، فيض 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 فيض، كأسي فاضة زي ما كنت بتشارك. يعني كأنه عايز يعلم ويربي ويقرب ويعوض اللي فات. يعوض اللي فات. يعني ده فارق معايا قوي قوي، احساسي انه هو بيحاول يعوضني ويعوض علاقتنا ويعوض فهمي لي ومحبته لي شكلها ايه ومحبتي لي بسخاء. الموضوع مش كده يعني بسخاء وسخاء، طبعا كله جاي من عنده. وفي كل الفترة دي وانا عندي ادراك تام ان كل ده عشان هو مين، مش عشان انا ايه. ان لحد النهاردة اي مرة انا بحس ببركة، سواء بركة في وقتي معاه، سواء استجابة صلاة، سواء في استخدام في الخدمة، إحساسي بطعم الحاجات دي وإحساسي بإنها بسببه هو وجاية منه هو وبكمبليت عدم استحقاق، وإنه مفيش أنا فيه أي حاجة، اختلف تماماً عن أي حاجة كنت بحس بيها. ممكن أكون كنت بقولها، لكن إدراكي ليها اختلف تماماً. حالة من الامتنان المستمر أنت عايشة فيه. هقرأ لك جزء كده من مزمور 40 وشوفي كده هل ده يعبر عن كده، عن اللي انت حاسة بيه ولا لا. بيقول كده: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. ينطبق؟ ينطبق، وما أقدرش أقول غير أشكرك يا رب. يعني هو عمل كده فعلا، ويعني قابلني حتى في الطينة، وانتشلني وثبت رجلي على الصخرة، على الرب يسوع، زي ما كنا بنتكلم مرة الفاتت، إنه حتى زي ما كان بيكلم مع بطرس إنه متى رجعت وثبت. وهو المشهد بتاع بطرس ده كان من المشاهد الحاضرة قوي في بالي، إنه الرب كان أوريدي عارف اللي هيحصل مع بطرس، وحتى كان فارق قوي معايا انه انا هبقى بتشفع ليك في الوقت ده، وانا حاسه انه يسوع لكي لا يفنى ايمانه. طيب يعني تعالي نتكلم شويه بقى، يعني المواسم الاربعه كده تعديتي بيهم في رحله ايمانك، ما بين الراحه ووادي ظل الموت ورد النفس والكأس الممتلئه الفائضه. طيب خلينا كده نحكي شوية في احنا تعلمت ايه؟ ايه اللي طلعت بيه من كل القصة دي وانت دلوقتي في السيزن اللي انت فيه او في الموسم اللي انت فيه؟ كتير كتير قوي. من الحاجات اللي تعلمتها قوي ازاي انا مكنتش عارفة حاجات كتير قوي، انا كنت فاكرة ان انا عارفة حاجات كتير قوي. كان عندي ثقة في نفسي يمكن شوية بسبب كل حاجة، بسبب الحياة والاختبارات والخدمة والعلم والنور اللي كان ربنا سامح إنه يديهوني.
فتهزيت قوي 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 في ثقتي في نفسي، ودي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، لأنه محل الثقة لازم يكون الله مش أنا. لأنه أنا كنت يعني بقول إزاي أنا وصلت لكده، إزاي أنا بسأل الأسئلة دي، أو إزاي أنا بقول كده عن ربنا، أو إزاي أنا الدنيا ضلمت عندي قوي كده، ومش بس إزاي وصلت لكده، لكن إزاي مش عارفة أطلع نفسي. يعني أنا مش عارفة أنجز، أنا بحب الإنجاز وبعرف أعمل حاجات كويس، طب اشمعنى دي هنا كده؟ يعني عارف اللي وصل لحيطة ولا يعني مش قادر عايز يزق الحيطة، عايز يفرج عن نفسه، عايز يطلع من السجن ده، الأوضة الصغيرة دي، ومش عارف. وأنا حاسة أنه ده كان جزء كبير من اللي خلى الرب يسمح بالوقت ده في حياتي، أنه عايز يعلمني أنه مش أنتي، مش أنتي، ولا معلومات ولا شطارة ولا ذكاء ولا حط بقى دي مع دي كده واطلع بدي، لأني وصلت النقطة شايفة أن أنا stuck. I am stuck. وno matter what اللي منهم الصلاة. يعني حتى الصلاة مش هينفع تستخدميها على مزاجك بوقتك بطريقتك. يعني لما أنا هأمر هيحصل الإفراج. ف I cannot control God. مش هقدر أتحكم في الله، وبالصلاة بالذات، لأن أنا كنت طب أنا عمالة أصلي أهو، طب أنا عمالة أصرخ أهو، مهما حتى كانت حقيقية، بس يمكن كان جوايا شوية كبرياء، فحتى في الصلاة اللي هي نقول 90% صادقة، بس يمكن حتة كده جوايا بتقول ها أنا صليت هتعمل إيه؟ فأنتي يعني اتكسرت شوية، أو يعني اتهزت ثقتك في قدراتك على أنه أنت اللي تربط الحاجات، وأنت اللي توصلي، وأنت اللي تقودي الأمور، يعني وفهمك يعني مش كده؟ يعني أنه يا بالضبط كده، especially أنه عضلة الفهم كانت كده قوية، كبرت شوية، هي قوية أساساً، أو ده اللي أنا بحب أعمله، يعني ده طبيعة شخصيتي. مع الساينتيفيك تريننج بتاعي اللي هو على زود ده، مع التريننج في الدفاعيات. فأنت كان عندك مقومات معينة، سواء في طريقة تفكيرك وشغلك وعقلك، وكمان معرفة كتابية ولاهوتية، فكانت عندك حاجات تسندي عليها كده، وتشعري انك انت قادرة تجاوب على الأسئلة، وقادرة تواجهي الأمور. فجأة اكتشفت انه كله ده مش ما اسعفكيش وقت الشك. وكأني هينفع كمان افهم الله يعني افهمه للآخر بالانتلكت وبالتفكير واللوجيك وكده. طيب انا بس عايز هنا اعلق هنا يعني تعليق سريع يا مريان، انه مش عايز يبقى كانه بنقول انه الله ضد العقل او الله ضد المنطق او انه عايزنا كده اللي هو نتخلى عنهم تمام. بس المعادله اللي انت واصله لها دلوقتي هي فكره عبرانيين 11، انه بالايمان نفهم، انه من خلال الايمان يعمل العقل، والعقل بدون الايمان خطر، والايمان بدون العقل برضه خطر. هو اللي حصل انه انت كنت يعني التعبير اللي انت استخدمتيه، عضله التفكير عندك كانت هي القويه جدا، فانت كنت متخيله انها كفايه انك تحدي الله وتفهميه. فانت هنا اكتشفتي انه مش ما ينفعش لوحده. فانا بس عايز اقول انه العقل بركة، التفكير دي بصمة الله فينا. العقل هو مكونات الروح، يعني واحنا على صورة الله في التعقل والفطنة، لكن مش هينفع أبدا أنه بالعقل وحده نحد الله ونفهمه ونستوعبه ونحيط به، مش هينفع. فأنت التغيير بس اللي حصل أنه بقى العقل مرتبط بالإيمان، فينفع نفضل نسأل أسئلتنا. وأنا ده اللي عايز أقوله لينا يعني ولأي حد بيسمعنا، إنه نكمل في أفكارنا وطرح أفكارنا ونسأل الأسئلة ونصارع معاها، لكن وإحنا في معادلة بالإيمان نفهم، مش نفهم بالانفصال عن الإيمان.
مظبوط قوي. وانا الرب حط قدامي كده شخصيه كتابيه في حتى كان في وقت الوادي يعني، وهي مريم اخت مرثا. واللي لفت نظري كده لما حاولت ادرس المشاهد اللي فيها مريم، ولقيتها دايما ساجده. وده مثل قدامي كده البوستشر او الحاله المايند سيت الاتيتيود التوجه القلب توجه القلب المفروض يكون عندي مع الرب يسوع. فهي في كذا مشهد، وفي اولهم هي بتتعلم بتتعلم عند رجليه وبصة في عيني فشخص الرب يسوع تاني واللقاء معاه، والقعدة دي بتقول انت مين وانا مين، انت المعلم. ففي ذهن، ما هو الرب يسوع بيكلم بيقول كلام، وده بيروح الذهن وبيغير القلب، بس انا قاعدة بالتضاع عنده بتعلم منه. بس المشهد التاني اللي يمكن يبين الحتة دي كمان اللي انت كنت علق عليها، انه هي لما لعازر مات والرب يسوع في وجهة نظرهم اتأخر عليهم، وهم عندهم إيمان واثقين أنه لو كان هنا ما كانش هيموت، عندهم حق في اللي بيقولوه، سواء أسئلة مشروعة يعني. أسئلة عندهم حق فيها جدا جدا، ده يعني ده حبيبهم وفي بيتهم على طول وقادر وتأخر. مرثا ومريم سألوا نفس الأسئلة، لكن أو قالوا نفس الاتهام يعني، لو كنت ها هنا ما كانش مات أخونا. لكن اللي لفت نظري قوي انه مريم سألاه في نفس الوضع، مريم على ركبها، الكلمة بتقول كده، خرت عند قدمي، خرت عند قدمي، هي ده المكان اللي هي واخدة عليه انها عند قدمي، ده مكانها، ده الحتة الراحة بتاعتها. لكن ستيل بتقدم اللوم بتاعها، بتقدم السؤال، بتقدم الاستفسار. ويمكن ده اللي يبين الحتة اللي حضرتك بتقول عليها، which is الاتنين مع بعض. إنه أنا ينفع أسأل أسئلتي، ولازم أسأل أسئلتي، ولازم برضو يعني إحنا قلنا إن الإيمان عطية والعقل عطية. هو بالزبط. ربنا لو ما كانش عايزنا بنفكر كان ممكن يخلقنا فيرجن تانية خالص. هو خلقني كده، حتى كمان مش بس خلقنا كبشر، خلق ماريان كده يعني، هي دي نقطة، هي دي هو I am، وأنا لازم أستقبل ده جيفت منه، عطية طبعا، بس أروح بقى بالجيفت اللي هو مديهيني وبالبركة اللي هو مباركيني دي، وأروح له بيها عند رجلي. ده المكان اللي هتقدر الجيفت دي تكون، ويمكن أنت كنت بتشارك معي حاجة كده قريب يعني، بس إنه العطايا دي لو أخدناها، قولها أنت بقى. العطية لما ناخدها بقلب مش متبارك وشخصية مش متباركة، نبوظ العطية والعطية تبوظنا. بالظبط كده، فهو كده. فالعقل بركة، لكن لو أنا مش مستقبلها بكاركتر، بشخصية متباركة، أبوظ العقل والعقل يبوظني. بالظبط، وهكذا كده. كل عطايا الله كده، لو مش هستقبلها بالحالة دي أنا هنضر بعض. أنا بالزبط. هضر العطية والعطية هتضرني. بالظبط. وآية من الآيات اللي فرقت معايا في الوقت ده قوي يعني، بعد رد النفس في السيزن الرابع، هي كانت أوريدي أنا بحبها جدا وكنت بستخدمها كتير قوي، توكل على الرب من كل قلبك، وفي كل معظم الترجمات بتقول ثق بالرب أو trust the Lord. مش معظم الترجمات، هي كلها، هو أصل الآية في أمثال 3، اتكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، هي trust the Lord، هو ثق فيه. بالضبط. وعلى فهمك لا تعتمد، هو اعتماد مش استخدام. لأنه هتيجي، وأنا خايف يجي لي الوادي ده تاني، بس يمكن أعدي بطريقة مختلفة. لكن من الحاجات، السؤال اللي أنت سألتهوني، الحاجات اللي استفدتيها أو تعلمتيها، هي التوكل عليه بكل قلبي، وإنه أو trust him with all my heart. وكأن كده أنت في علاقة، العلاقة دي عايزة commitment، والcommitment التزام، وده بيبقى من القلب مش من العقل. يعني أنت
انت بتبقى اخترت تثق في الشخص ده او تخش في علاقة مع الشخص ده يكون صديق ليك او كده، لانك شفت فيه يعني ده وقت حلو ان انت تشوف يعني الشخص ده الاله ده فيه اله ولا لا، اسأل الاسئلة دي. بس وانس وصلت لبوينت ان انت عندك إناف أدلة إنه الشخص ده trustworthy، يستحق الثقة، يستحق الثقة، في الوقت ده بقى ارتباطك بيه بقى عهد. مش كل ما تحصل حاجة تهزه، مش كل ما يجي حاجة تطرح الأسئلة الأولى تاني يعني. ما تتعاملش مع، أنا بقولها، ما تتعاملش مع الله بالقطعة. إنه يعني هحاسبه يعني بين قوسين يعني بفكرة انه لا طب هنا ايه طب هنا، يعني احنا مش دي الطريقة اللي نتعامل بيها مع الله. وان انا كده خلاص يعني اتفقت معاه ومع نفسي انه انا committed للعلاقة دي، واجان ده بقلبي، فمهما حصل مهما في اسئلة، لانه مازال في اسئلة، ما زال في أسئلة جديدة وما زال في أسئلة قديمة، لكن أنا عارفة مين هو وcommitted للشخص ده. طيب هو ما زال كمان في كلام عايزين نقول، وأنا كنت متخيل إنه ممكن نخلص دلوقتي، لكن في ما زال حاجات عايز أشوف معاكي نتعلم إيه من الخبرة دي، فخلينا ناخد كمان بريك ونيجي في مرة كمان نكمل كده الحوار ده علشان نشوف كده إيه اللي ممكن نستفيده ونتعلم. هنكمل. انتظر الرب، لأنه بيجي بيبين إنه هو متأخر بحساباتنا إحنا وبطريقة تفكيرنا إحنا. محتاجين كل حد شاكك محتاج لدائرة أمان حواليه، ما يكونش الناس بالدين ولا تحكم عليه ولا بترفضه ولا بتحط عنوان أو ليبل عليه بأي شكل. كانوا أصدقائي ما غيروش اتجاههم ناحيتي. لو أنت وصلت لفكرة إن الله مش موجود، خليك عندك احتمال إنه يكون موجود. افتكري أنت مين، افتكري هو مين، افتكري إنك مش هتفهمي كل حاجة and that's okay. يعني كل شوية قاعد أقول لنفسي أنت مش هتفهمي كل حاجة and that's okay and it's good.